إذن عن خلافات أربيل وبغداد حول النفط بعد قرار المحكمة الاتحادية الأخير، ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل أستاذ علم الاجتماع الدكتور عبد السلام برواري. دكتور عبد السلام، مرحبا بكم. لنبدأ من تصريح نجرفان البرزاني يعلق على أن قرار المحكمة الاتحادية الخاص بقانون النفط والغاز في كردستان قال بأنه غير دستوري. برأيكم ما الذي شاب القرار حتى يحكم عليه البرزاني بعدم الدستورية؟ نعم، تحية لك، تحية للأخوات والأخوة المتابعين. أهلا دكتور. في الحقيقة يجب أن نتحدث عن خلفية هذا القرار. نعم. هذه الدعوة مرفوعة منذ 2012، وثم في 2019، حتى في تلك السنة 2019 أوصلت محكمة الاتحادية نفسها قرارا وقالت ان هذا الموضوع يحتاج الى المزيد من المداولات. نعم. هذا اولا. الشيء الثاني، في شباط 2007 اتفقت القوى السياسيه السبعه التي كانت انذاك تدير العمليه السياسيه على اصدار قانون جديد للنفط والغاز حسب طبيعه الحكم الجديد في العراق وهو الحكم الفدرالي، لان القوانين القديمه كلها كانت قوانين دوله مركزيه. نعم. على أن يصدر القانون خلال 6 أشهر من قبل مجلس النواب العراقي، وكانت هناك اتفاقية إذا لم يصدر خلال هذه الفترة يصدر الإقليم، يحق للإقليم إصدار قانونه الخاص على أن لا يتعارض مع الخطوط العامة لهذا القانون. طيب. الحكومة العراقية منذ 6 سنة بدأت تتوجه في زمن ولاية يعني رئاسة المالكي. نعم. نحو طبيعة مركزية وتملص من الطبيعة الفيدرالية للعراق، ولم يتم إصدار هذا القانون. ثم في دستور العراق حتى المواد التي سند إلى هذا القرار أي منها لا يمنع الأقليم من إدارة ملف النفط. لذلك عندما نقول ليس دستوريا، يعني عندما يكون قانون غير دستوري يحدث ذلك في حالتين. طيب. اولا اذا خرق ماده دستوريه، بمعنى اجاز لجهه معينه القيام بعمليه منعها الدستور، او انه تجاوز الصلاحيات الحصريه للحكومه الاتحاديه يعني المشتركه، هذا كله ليس موجودا في الدستور. نعم دكتور. دكتور، هناك طرق قانونية يعني أخرى يمكن أن تسلكها حكومة كردستان العراق غير التصريحات السياسية، ولكن هنا كيف ترون توقيت صدور قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون الغاز؟ يعني لماذا في هذا التوقيت تحديدا دكتور عبد السلام؟ بالضبط، هذا ما كنت أريد أن أوصل إليه أيضا. بمعنى الموضوع هو منذ 2012 موضوع على طاولة المحكمة، المحكمة تأخرت، وخلال 3 أو 4 سنوات المنصرمة كانت هناك مباحثات مطولة بين المختصين، يعني حكومة أقليم كردستان وقوات الحكومة الاتحادية، وكان قانون الموازنة في كل سنة من هذه السنين يتضمن آلية للتعامل مع هذا الموضوع، مثلا نص في المادة 11 أنه يسلم الإقليم واردات 250 ألف برميل يوميا من إنتاجه، بمعنى أن الحكومة تعاملت مع قيام الإقليم بعملية تصدير. لذلك صدورها في هذه الفترة بالذات، وخاصة بعد القرار الآخر الذي قالت فيه أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن تتم بحضور ثلثين وهو غير موجود في الدستور، إقالة السيد الشيار بحجج واهية جدا. نعم. وهذا بالتأكيد يلقي الحاق لأي شخص أن يربط هذا القرار وهذه العجالة في إصدار القرار بما يجري على الساحة العراقية من محاولات منع تغيير شكل الحكومة في العراق وإعادة. طيب دكتور. نعم. الأسلوب السابق. دكتور تعتقد هذا ما يصير؟ دكتور تعتقد أن هذا القرار سيزيد التوتر بين بغداد وأربيل في فترة حساسة كالتي يمر بها العراق اليوم؟ هل سيزداد التوتر بين الطرفين؟ تعتقد ذلك؟ أسف بالخطا، على الأقل أنا أعتقد السؤال كان أنه حول تبعاته. لا؟ نعم بالضبط. يعني اليوم لاحظ اليوم
تم عقد اجتماع المجلس الوزاري المشغل اللي يسمى مجلس الامن القومي برئاسه رئيس الوزراء الكاظمي. تم فيه تكليف وزاره النفط الفدراليه بان تباحث مع الحكومه العراقيه، حكومه تقليم كردستان والشركات والدول المعنيه لاجل البحث حول اليه لتنظيم هذا الامر. لاحظ لم يذكر البيان الصادر او الخبر الصادر عن هذا الاجتماع اي حرف عن قرار المحكمه، يعني المنتظر كان ان يقول على هدي قرار المحكمه الاتحاديه كذا كذا. بمعنى على الصعيد الاجرائي الحكومه وخبراء النفط والماليه في الحكومه يدركون صعوبه الموضوع. انا اعتقد هذه فرصه مره اخرى، يعني قرارات المحكمه الاتحاديه هي باكه وملزمه لا يمكن الطعن بها، ولكن الحكومه العراقيه يمكن لها ان تتعامل بالروحيه التي تتفهم الدستور وتتفهم الاوضاع، وانا اعتقد هناك امل اذا كانت هناك نيه فعلا للتوصل الى 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 اتفاق اولا يمنع من اي تجاوز دستوري حقيقي، وثانيا يضمن حقوق الاقليم كجزء من الدوله العراقيه. وهذه الحلول موجوده، ولكن اذا كان هناك نيه فعلا لمحاكمه الاقليم على التطور الذي يشهده مع رابط الاقليم، لانه في الحقيقه يسير بخطى ومجتمع مدني، فعندها بالتاكيد سيلحق الاقليم ضرر كبير جدا، ربما سيضغطون على الدول والشركات. ولكن حتى اذا تم منع الاقليم عمليا من تصدير النفط، ما هو الاجراء الذي ياتي بعده؟ عندها يجب على حكومه بغداد ان تلتزم بارسال حصه الاقليم من الواردات الاتحاديه حسب الماده 121، وهي بتبلغ حوالي 985 مليار دينار، وهو ما تمتنع الحكومه العراقيه عن دفعه منذ 5 سنوات. السبب الرئيسي الذي ادى بالحكومات المتعاقبه ان تغض النظر او لنقل تتعامل قيام الاقليم بتقديم النفط هو عدم رغبتها او عدم قدرتها على دفع حصه الاقليم كاي مكون اخر من مكونات العراق، وهذا كان يعتبر رفع ثقل عن كاهلهم. حكومه الاقليم تتعامل مع الواردات التي تحصل عليها، وبالمناسبه هذا ليس لا تهريبا ولا تهربا، حكومه الاقليم تحتفظ بسجلات بكامل المعلومات حول كميه النفط المستخرج والمباع والمبالغ المستورده، يعني الالتزامات الماليه للاتحاد مع الاقليم محفوظه عندنا، ولكن بالمقابل منذ 5 سنوات قطعت الحكومه الاتحاديه. طيب دكتور دكتور بعجاله لو سمحتم، السفير الامريكي في بغداد ماثيو تولر دخل على خط الأزمة وقال بأنه على بغداد وأربيل التفاهم لحل الخلافات بينهما، ما رأيكم في هذا التصريح؟ والله ما أسمع أخي. السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر دخل على خط الأزمة وقال لابد من حل الخلافات بين بغداد وأربيل، ما رأيكم بهذا التصريح من قبل السفير الأمريكي في بغداد؟ أنا أعتقد المسألة جدا، أنا أعتقد الأمريكان لهم دور ضعيف جدا في العراق وفي مساعدة الأطراف المختلفة في العراق على حل مشاكلها للأسف الشديد، وهذا بيشجع قوى معينة داخل المنظومة السياسية في العراق أن تنفرد بقرارات لها طابع الدولة المركزية. الجانب الامريكي اعتقد موقفه ضعيف جدا في التاثير، وكذلك هو يعني يكتفي بالدعوه الى ضروره الجلوس وحل المشاكل، وهذا ما نقوم به كل سنه انا مع نعم دكتور. ولكن من ناحيه اخرى يعني يعني جهد ربما استطيع ان اقول مشكور، يعني حرصهم على ان لا تتحول الصفات الى نعم دكتور. نعم. صحيح. من أربيل أستاذ علم الاجتماع الدكتور عبد السلام برواري، شكرا جزيلا لكم.